شيع جنازة كريم صبري شقيق المطرب المصري رامي صبري اليوم الأحد بعد أن لقى حتفه أثناء هروبه من مصحة لعلاج إدمان المخدرات. وظهر الفنان رامي صبري في الفيديو باكيا لحظة وصوله مكان تشيع الجنازة من مسجد الشرطة في حي الشيخ زايد في مدينة 6 أكتوبر. وكان مصدر أمني قد كشف تفاصيل الحادث، حيث قال أن الشاب يدعى كريم صبري 34 عاما كان يعاني من إدمان مخدر الهيروين، وأضاف أن الحادث وقع الأحد، مشيرا إلى أن الشاب احتجز داخل المصحة عنو عنه أملا في علاجه من مخدر الهيروين. وواصل أن العاملين بالمصحة فوجئوا بالشاب يحاول الهرب بقفزه من على سور المصحة، ولذ بالهرب ليتبعه أفراد الأمن الإداري والمشرفون على المصحة، لكنه أسرع بالقفز بمجرى ترعة المريوطية ليلقى حتفه غرقا. وتلقت السلطات المصرية إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود غريق بترعة المريوطية نطاق المركز، ووجه الأمن بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ تنسيقا مع قوات الإنقاذ النهرية. وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، والتي كشفتها التحريات إلى أن شابا يعاني من إدمان المخدرات هرب من إحدى المصحات وألقى بنفسه في الترعة قبل أن يلحقه العاملون بالمصحة. وتمكنت القوات من انتشال جثة الشاب وتم إيداعها داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. وكان صديق مقرب من شقيق رامي صبري كشف عن آخر رسائله له والتي تحدث فيها عن الموت، وتناولت حوارا بين شابين من الدنيا والآخرة بحسب صحيفة الوطن المصرية. وفي الرسالة يؤكد الشاب الذي من الآخرة لنظيره من الدنيا أن الموت ليس راحة كما يعتقد الأخير، وأن الإنسان يجب أن يتوب عن أي ذنوب اقترفها قبل أن يلقي وجه ربه. وقال إنه عندما جاء ملاك لقبض روحه تمنى أن يحصل على 5 دقائق فقط لكي يؤدي صلاة توبة لله تعالى، ولكن الموت لم يكن في تفكيره أبدا عندما كان حيا. وأفادت تقارير مصرية بأن قوات الشرطة ألقت القبض على 3 عاملين في مصحة البدرشيان والتي تم إيداع الفنان المصري الراحل كريم صبري فيها الأحد دون رغبته. وحرص العديد من الفنانين على تقديم العزاء لرامي صبري في وفاة شقيقه كريم، ومن أبرزهم عمرو دياب وهاني شاكر وأصالة نصري وغيرهم الكثير من الفنانين. وحضر عدد قليل جدا من الفنانين جنازة الفنان المصري الشاب الراحل كريم صبري شقيق الفنان المصري رامي صبري،